السلام عليكم، تحية لإخواني الكهربائيين والمتتبعين للقناة الكهربائي المحترف. إذن هذا الفيديو إن شاء الله غنتكلموا على الميلتي كادر، كيفاش نركبوه وكيفاش نركبوه، الطريقة ديال التركيب ديال هذا السوارت سون فيس. يعني هذا السوارت ساهلين في التركاب ديالهم، كيركبوا سون فيس. هنا غنشوفوا الطريقة كيفاش غنركبوهم إن شاء الله. اذا كما تشوفوا، بعد ما نديني دي لي كابل ديالي، كنجيب السارت، السوارت هما هادو. عندنا الفاز، كما تشوفوا الفاز في البلاصه ديالو هو هذا السامبو الاحمر. غندير الفاز، يعني غير ندفع، كليك صافي كيلصق كليك. وندير الروتور ديالي في البورن، البلاصه ديالو في البورن الثاني كما تشوفوا. يعني بطريقه سهله، بلا فيس بلا والو. هانتوما كتشوفوا كتدخل بلاصتو صافي كيلصق. وكنجرب ياك ما مرخي. اذا نجي السيروت الاخر، حتى هو نفس القضيه. الفاز دائما كنديرو بلاصه الفاز في هاد الشرطه الحمراء، وندير الفيض. يعني راه فيه جوج ديال لي بورن، باش يمكن لي ندير جوج ديال لي كابل. يعني لي كابل اللي عندي على حساب الان 5 ولا الدو 5، راه يدخلوا تما بجوج. وهنا كذلك ندير روتور اخر، يعني تعرفوا لي فاز، يعني اشانت ما بين الفاز وما بين الساروت. الساروت كيكون هذاك اشانت بيناتهم، يمكن لك دير فيه جوج في بلاصه واحده. او نفس الشيء غنجي للساروت الاخر. فهاد الساروت كيتباعو بحال هكا، يعني كيتباع في الشاسي ديالهم بحال هاد الطريق بحال هكا. وكاينين اللي فيهم الكادر، يعني على حساب انت شنو بغيتي، بغيتيهم بالكادر ولا بغيتيهم بلا كادر. دونك مادام انت عدير ملتي كادر، يعني بلاصتاش تاخد اللي فيهم الكادر باش يطيحوا شويه بثمن مناسب. فكذلك كنشد الكابل الاخر، الروتور الاخر كنديرو في بلاصتو. او حتى التركاب ديالهم راه سون فيس، سون فيس بلا فيس بلا والو. انتما كتشوفو كنبريسي عليها وكتشد بلاصتها، يعني فقط كنكيليبريها باش ما تجيش عوجه. وكندفع صافي. ونفس الشيء الساروت الاخر كيما تشوفوا، تا هو غنديروا نفس الطريقه. غناخذوا الساروت، هاد لي كليك هما اللي كيزيروا الساروت، هاد القصديره هي اللي كتشد الساروت من الجناب. فكذلك كنجي ستيها باش تجي مع اختها في هاد التلاقيه هادي، هاد البلاصه اللي مكروازيه فيها كيما تشوفوا. هاد الخط تما خص تجي الساروت مع اختها، تما كندفع ونركب الساروت ديالي. وكذلك السرد الثالثة، عندي ثلاثة هنا. هذا الكادر كيصلح للجوج، كيصلح ثلاثة وأربعة وخمسة، خمسة ديال السرد بلاصة واحدة كيمكن ندير لهم هذا الكادر. فكما تشوفوا نفس الطريقة اللي درنا السرد الأولى صافي. ومن بعد كما تشوفوا هما، يعني ما تحتاج لا طورنوفيس لا حتى شي حاجة، فقط تدفعها وغتشد بلاصتها. بالنسبة للبريزتا هما راه نفس الطريقة. من بعد ما كنجي ستيوهم نقادوهم، كنجيبو الكادر. الكادر كيما تشوفوه هو هذا ميلتي كادر، هذا ميلتي كادر فيه ديال جوج، فيه ديال ثلاثة، وفيه أربعة، وفيه خمسة. بالإضافة لذلك فيه لي كولور اللي بغيت، يعني قهوي، زرق، وكاين كولور أخرين. فكنلصق الكادر ديالي في السوارت بهاد الطريقة هادي، شتم، ونبريسي عليه واحد شوية، نضغط عليه من جناب مزيان باش يلصق صافي. القضيه سهله وبسرعه كيركبو، يعني ما تحتاج لا طرنوفيس لا والو. اذا شكرا اخواني المتتبعين ديال الكهربائي المحترف، تحيه لكم وتحيه للمتتبعين. وان شاء الله غنشوفوا فيديو اخر، ونشوفوا شي حاجه جديده ان شاء الله. شكرا، الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.